مكروها. مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بحضراتكم. يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامج أسئلة محرجة. برنامجنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين برنامج مباشر، وأسهل وسيلة للتواصل معنا وهي التليفون. يمكنكم الاتصال من أي خط أرضي على 09035 أو من أي موبايل على 2303. طبعا حضرات المشاهدين، في كل حلقة من حلقات البرنامج بنتناول موضوع جديد ومهم وشيق. موضوع حلقة النهاردة بيسبب إحراج لبعض الأسر، وكتير جدا بيحسوا ان هم في حالة محرجة جدا. النهاردة احنا هنتكلم عن طفل مظلوم في الحياة وهو بيعاني من مشاكل عقلية وبيسمى الطفل المنغولي. هذه المقولة انتشرت بالعامية، ولكن عاوزين نصلح المقولة دي ونقول ان هي مش اسمه الطفل المنغولي، الطفل ده اسمه متلازمة داون. ايه متلازمة داون؟ كلمة متلازمة، الكلمة دي جات يعني حاجات كتير بتلازم شخص ما لوضوح رؤية معينة. داون ده عالم كان اسمه جون داون. العالم ده عالم بريطاني، وجي في عام 1855 واكتشف موضوع اللي هي متلازمة داون، وبعد كده سموها في 1959 متلازمة داون. النهاردة عاوزين نتكلم عن هذا الطفل المظلوم في الحياة، وعاوزين نوجه رسالة، يعني عاوز حابب اوجه رسالة لجميع الأسر اللي عندهم ابن بيعاني من هذه المشكلة النفسية، وعاوز اقول لهم رسالة مهمة جدا. الطفل ده يمكن نعمة ربنا بعتها لنا، ودي حاجة احنا لازم نحس بيها بسعادة. الطفل ده يمكن احنا كتير الناس العاديين الطبيعيين قلوبنا بتتغير مع تغير الايام ومع تغير السنين، لكن هذا الطفل قلبه ما بيتغيرش، قلبه دايما ابيض الى ما لا نهاية، دايما وجهه مبتسم. النهاردة هنعرف في حلقتنا النهاردة، وضيف حلقتنا اللي مشرفنا في الاستوديو الدكتور احمد سمير استشاري طب نفسي اطفال، هيكلمنا عن هذا الطفل المنغول. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور، واهلا بيك وبالساده المشاهدين جميعا. مشرفنا النهارده في حلقتنا، وان شاء الله نقدم حاجه محترمه للساده المشاهدين يستفيدوا منها يا رب ان شاء الله. دكتور احمد، لو هنتكلم عن الطفل المنغولي، يعني انا في المقدمه بتاعتي قلت هذه مقوله خاطئه وانتشرت وبقت حاجه عاميه ان بتواجه في الناس كلها، دلوقتي بقت الاسر كلها عندي طفل منغولي، واتفقنا ان هذه المقوله اتصلحت مع العالم جون داون وغير المقوله دي في عام 1855. هل الطفل المنغولي ده، هل ده حاجه وصمه عار بالنسبه لاي اسره؟ وفي البدايه بقول ان الطفل متلازمه داون كان بيسمى زمان الطفل المنغولي، لان كان بيشبه الاطفال اللي هو بتوع منغوليا او جنوب شرق اسيا، فعشان كده بدات هذه الكلمه او التشبيه ده. لكن مع انتشار الثقافه واطلاع الناس على احدث يعني الابحاث العلميه، لقوا ان كلمه متلازمه داون هي افضل للاب والام واكثر وقعا واكثر علميا من كلمه منغولي. تمام. لان هي المتلازمه مش موضوع سمات وش بس او ملامح وش، لا ده هي في حاجات كتيره في الجسم هنشرحها فيما بعد ان شاء الله. فهو الطفل ده لا يعتبر وصمه عار بالنسبه للاب والام، بل بيعتبر مصدر فخر للاب والام. ليه بقى؟ لان الطفل ده اجتماعي جدا، يعني الطفل داون ده اجتماعي جدا، تلاقيه ياخدك كده يشوفك يحضنك ويبوسك ويضحك لك ويهزر معاك، فطفل اجتماعي بطريقه شديده جدا. طفل لو في حي او في شارع بتلاقي كل الحي عارفه والناس كلها عارفاه، طفل بيبقى مصدر للبهجه وللاسره كلها، الاب والام مفتخرين بيه، وخصوصا في السنوات الاخيره. طبعا. لكن قبل ذلك كان بيعتبر الاب والام بيخافوا. ليه بقى؟ لان ما كانش في علاج، ما كانش في متابعه طبيه، ما كانش في رعايه صحيه، عنده اضطرابات في القلب دايما وعمليات، فكان بيجري كتير على المستشفيات. فعشان كده الطفل داون كان بيعتبر وصمه عار، لكن حاليا في السنوات الاخيره اصبح مصدر فخر للاب والام، واصبح بيحصد في الاولمبياد ما لا نقدر عليه كطبيعي. يعني بدا الشارع المصري والشارع العربي والاوروبي والدول كلها تتقبل هذا الطفل. بل بالعكس، ده عاد بيخش الاولمبياد زي ما احنا قلنا، وعاد بيبقى بيجيب ميداليات ذهبيه وفضيه وبرونزيه، وعاد بيحرز حاجات كتيره جدا، والناس كلها عاد بتحبه اكتر من الاول. بس يا دكتور احمد، لو هنتكلم مقارنه ما بين يعني الدول العربيه ودول تانية زي روسيا مثلا، عندهم الموضوع ده مرفوض تماما، يعني الطفل اللي عنده بيصاب بهذا المرض بيتجنب وبيبدا ياخدوه من الصغر، بياخدوه يعزلوه في مصحه نفسيه ملوش علاقه بالاطفال الطبيعيين، ودي حاجه خاصه بشعب. لكن احنا الحمد لله يعني احنا ناس مؤمنين وموحدين بالله، وعارفين ان هو ده دي حاجه الهيه ملناش يد فيها، ولا هو الطفل ده المظلوم ده ليه يد فيها. بالظبط. تمام. طيب لو هنتكلم، هل دي حاجه وراثيه؟
هو بص حضرتك، هو كان بيعتقد في الاول ان متلازمه داون دي بتبقى حاجه مكتسبه، يعني بعد ما الطفل بيتولد هو بتكتسب من البيئه اللي حواليه، ده كان الاعتقاد السائد تمام. وفضل لسنوات طويله وخلاص وانتهى. لكن بعد ما الابحاث العلميه بدات، يعني الجينات بقى الوراثيه والخريطه الجينات بدات تظهر وكده، بدا العلماء يكتشفوا ان لا، ده متلازمه داون دي مشكله في الجينات الوراثيه بتاعت الطفل، زي ما هنشوف في الصور اللي معانا دلوقتي، ان الجينات بتبقى اسمها ترايزومي 21، يعني ثلاثيه الكروموسومات 21، تمام. زي ما هنشوف في الصوره هنا معانا ترايزومي 21 داون سندروم، بنلاقي ان في كروموسوم زياده، بقى بدل ما يبقى 46 بقى 47. الطبيعي ان الجينات الوراثيه بتاعتنا 46، لما الاب والام يعملوا تحليل جيني ويلاقوا 47 يعرفوا ان ده داون سندروم، وده النوع الاشهر من داون سندروم، لان في انواع تانية بيبقى كروموزومات 46 بس حصل تبادل ما بين 21 و15. تمام. وفي نوع تاني موزاييك تايب، اللي هو ايه؟ اللي هو في بعض الخلايا 46 وبعض الخلايا 47. لكن المنتشر اللي هو المنتشر 47. اللي هو ال 47 اللي هو المؤثر فيه ال 21. بالظبط كده. كروموزوم 21. اللي هو 21. تمام. لو الاب والام او الطفل بيبقى فرصته احسن لو هو موزاييك تايب. تمام. لو دكتور احمد اتكلمنا في البدايه وقلنا ان دي حاجه ممكن تكون وراثيه، لو هناخد صوره تانية نتكلم في الاول. ده بيبين لك هنا الجين اللي هو رقم 21، هنا لو الاب والام عملوا تحليلات جينات وراثيه هيلاقوا ان دايما في التحليل بتاعهم بيلاقوا ان الطفل ده عنده 21، هتلاقي علامه حمراء كده، هي دي بقى ترايسومي 21، ثلاث كروموسومات 21، المفروض يبقوا اثنين، فهم هنا بقوا ثلاثة، عشان كده بدل ما يبقوا 46 كروموسوم بقوا 47 كروموسوم. يعني يا دكتور أحمد من كلام حضرتك بتقول إن ممكن تحليل يكتشف إن الأم دي الجنين اللي في بطنها يصاب بهذا المرض. بالظبط كده. هل في تحليلات معينة نقدر نقولها للسادة المشاهدين اللي هم السيدات اللي هي في بداية الحمل تبدأ تعملها عشان تتجنب الموضوع ده؟ هو طبعا لما الطفل بيوصل 3 شهور بنقدر إن احنا نعمل له أي تحاليل جنينية، والعلم تقدم دلوقتي وعاد فيه مراكز للتحليل الوراثي بتكتشف الجينات الوراثية من سن بعد 3 شهور. فلو احنا عملنا تحليل جينات وراثي عند سن متقدم بعد 3 شهور، بعد ما يكون خلاص الجينات اتكونت الحمد لله وبقينا تمام، ممكن لو لقينا ان في ترايسومي او اي خلل جيني تاني، ممكن بنكتشف الاضطرابات التانية. يعني انا عندي حاجات تانية كتير في راجيل اكس سندروم، اللي هو متلازمة اكس الهشة، زي ما احنا شايفين هنا كده. تمام. زي اللي موجود على الصورة. ممكن حضرتك توضح يا دكتور؟ بص حضرتك يا فندم، انا عندي في 3 مراحل هنا للايه للجينات الوراثية في التكوين الجيني، مرحلة 1 2 وبعد كده الجيميت. بلاقي عندي ان في حاجة اسمها ترانسلوكيشن ما بين او في تبديل ما بين الكروموسوم رقم 21 والكروموسوم رقم 15، فعشان كده بنلاقي ان حصل تبديل في هذا الجين اللي هو رقم 21. طب اسمح لي اقطعك دكتور احمد، لو نتكلم الصوره دي دلوقتي موجوده على الشاشه والساده المشاهدين شايفينها. تمام. لو نقدر نقول لهم ايه الصوره دي، نوضح لهم بطريقه عاميه. تمام. الصوره دي بتقول ايه بالظبط؟ الصوره دي يا جماعه بتبين ان مرحله تكوين او مرحله وجود الخلل بيبقى في المرحله الثالثه. في المرحله الثالثه. اللي هي رقم 3 دي، بيبدا بقى الكروموسوم 21 و15 يتداخلوا مع بعض، فبيحصل بقى ايه؟ ان ما يبقاش 21 بس ولا 15 بس، يبقى جزء من ده يجي مع جزء من ده، يعمل لنا ايه؟ حاجه ملخبطه كده، فبتبقى هي نفس عدد الكروموسومات بس رقم 21 اتلخبط، جاله جزء من 15 و15 جاله جزء من 21، فحصل لخبطه هنا بقى ايه؟ بس في المرحله ايه الثالثه، مرحله ترانسلوكيشن. تمام. في الجينات الوراثيه وليس المرحله الاولى. تمام. انا حابب ادخل شويه في البدايه الاولى لفتره الحمل. تمام. هل السيده لو عملت التحليل اللي هو تريبل ماركر، هل ده يفيدها في حاجه؟ طبعا هو بيفيدها، سواء في زي ما احنا شايفين هنا في الصوره. تمام. ان برضو انا قال عليها بالمره قبل ما ناخد على الكلام بتاعنا، ان كل ما كان عمر الام ازيد في الحمل، كل ما كانت نسبه الاصابه بمتلازمة داون بتبقى أكبر. شايفين عند سن 21 بتبقى 1 كيس في كل 1500، يعني حالة لكل 1500 حالة. تمام. في سن 25 لكل 1300، بتزيد بقى عند الثلاثينات وانت طالع بقى، يعني الأم لو عندها 30 سنة بتبقى نسبة أعلى بكتير، 1 في 1000،
35 واحد في الـ400، وعند سن 40 بقت واحد كل 100. تخيل عند سن 40 واحد كل 112، كل 100 او 100، وسن 45 واحد كل 28 واحد. يعني دي حاجه خطيره جدا دكتور احمد. فبننصح ان الاباء والامهات لما العمر المراه بيزيد عن فوق ال 35 او 36، رجاء يعني نسبه الحمل تكون اقل، ونستخدم يعني وسائل كده. دكتور احمد، هل في واحده بالتحديد او سيده بالتحديد حامل معرضه ان هي تصاب بحاجه زي كده للجنين؟ والله الابحاث العلميه اختلفت. في ناس قال لك انه ممكن يكون في مشكله عدوى اثناء الحمل، يعني حبوب مثلا او حاجات عملت تشوهات جينيه، حصل مشاكل في اول فتره في الحمل، مشاكل نفسيه او كده. لكن لحد الان لم يكتشف احد السبب الحقيقي وراء هذا التحول في الجينات اثناء اول 3 شهور. تمام دكتور احمد، برضو يعني لو نحب نتكلم، نلاحظ ان في ساده مشاهدين دلوقتي، سيدات في بدايه فتره الحمل، وما بيتفرجوا على الحاله بداوا يحسوا بقلق. تمام، الموضوع بالنسبه لهم يعني مقلق جدا. لان هي هيبقى عندها الطفل بعد كده، والله اعلم الطفل ده هيبقى طفل طبيعي او طفل عنده متلازمه داون. تمام. برضو عاوزين نقول لهم يا جماعه ازاي نعمل ايه في فتره الحمل الاولى علشان نتجنب حاجه زي كده. يعني ده الاختيار، يعني احنا حضرتك قلنا من شويه تحليلات. تمام. وندخل في مرحله اشعه وتحليلات وناخد عينات. تمام. الكلام ده كله. تمام. وسايبين الاختيار الاخير للسيده تكمل. تمام. معاها الجنين في حاله. تمام. ان هو عنده متلازمه. ولا لا. هل في حاجه تانية حضرتك تحب تقولها للسيدات في بدايه فتره الحمل؟ طيب انا عاوز اقول في بدايه فتره الحمل ان احنا نراعي الدقه جدا في الادويه اللي بناخدها، وخصوصا في اول 3 شهور من الحمل، لان ممكن الادويه دي تعمل اي تشوهات بقى، يعني سواء بدون او غير دون. فنراعي ان الادويه تكون مظبوطه جدا وتحت اشراف طبي دقيق، ولا تتعدى الفيتامينات او الحاجات البسيطه خالص اللي هي ايه بتساعد الام. زي ما احنا شايفين هنا برضو كده داون سندروم بيشنت فايبروبلاست، دي بقى يعني لو هنقول بقى بس مش موجوده في مصر طبعا، بيشوفوا بقى تحليلات ادق جدا بالدي ان ايه وبحاجات بقى حديثه جدا عن الفايبروبلاست وعلاقتها بداون سندروم. هو التحليل ده لو حد في امكانيه ان حد مقيم خارج مصر مثلا في دول عربيه، يعني بيبقى في قدره ماديه اكتر، بيعملوا بقى تحليلات دقيقه جدا غير تحليل الجينات الوراثيه اللي احنا ايه. لكن التحليل ده مش موجود في مصر غالبا. لا مش موجود في مصر. طب يا دكتور احمد، التحليلات اللي هو بياخدوا عينه من رقبه الجنين وهو في بطن امه، عينه من رقبته بيحللوها، هل ده فعلا بيقول حاجه؟ هل الطفل يكون مصاب او لا؟ بص حضرتك، هو ممكن ياخد من اي مكان من الـ من الـ من الطفل. تمام. لكن هي رقبه الجنين دي يعتبر هي اكتر، او الاطباء معظم الاطباء بتوع التحليل او بتوع الحاجات اللي هي الفحوصات قال لك ان هي دي اكتر منطقه ممكن نلاقي فيها اي خلل بيظهر بسرعه في منطقه الرقبه. تمام. لكن ممكن ناخد من اي منطقه في جسم الطفل بنلاقي فيها الجينات الوراثيه من اي منطقه في جسم الطفل. تمام. تمام. جات السيدة ربنا كرمها والحمد لله وأنجبت طفل يعاني من مرض متلازمة داون. تمام. إزاي تكتشف إن طفلها ده في بداية الأيام الأولى ليه إن هو عنده متلازمة داون؟ طيب إحنا برضو هنشوف في صورة هتوضح إجابة حضرتك دلوقتي إن في بعض الكرايتيريا أو بعض الخصائص اللي ممكن أشخص بيها متلازمة داون في بداية عمر الطفل. يعني هنقول اول حاجه بنشوف ال طب دكتور احمد استاذنك ناخد اتصال ونرجع تاني. اتفضل. الو استاذ ثاني. الو الو يا فندم. ايوه اتفضل يا فندم. دكتور احمد مع حضرتك. انا هسال حضرتك، انا عندي كان طفل نازل عنده ماء المخ، وبعديها حملت المدام وجابت البنت سليمه، وبعديها حضرتك الطفل نفس القصه، نزل ماء على المخ ونزلته، فعايز اعرف ايه السبب حضرتك. حضرتك سامع دكتور؟ هو تقريبا الطفل نزل سليم بس حصل ميه على المخ. مظبوط. هو نازل وهو عنده ميه على المخ الابدان، نازل عنده ميه على المخ. والطفله جت بعديها 4 سنين سليمه. اللي بعد وبعديها المدام حملت تاني، اكتشفنا ان في اتساع في الجمجمه وميه على المخ برضه. يعني واحد بعد واحد بس ثاني، يعني الاولاني وبعد كده الطفله الثانيه كانت الحمد لله سليمه، وبعد كده الطفل الثالث تجيب نفس المشكله. ونزلته حضرتك وعنده 6 شهور. طيب الاولاني حضرتك برضه نزلته ولا الاولاني لا؟
لا التاني موجود وعايش ومعذبني يعني. لا الاولاني ربنا يخليه لك يا رب، ربنا يبارك لك فيه. لكن الاولاني موجود عايش بقى يا ربنا يخليه لك. طيب الدكتور احمد هيجاوب حضرتك. حاضر الدكتور احمد هيجاوب حضرتك حالا دلوقتي. طيب هو المتصل الكريم بيسأل عن سبب الموضوع ده، ان احيانا في بعض الزيجات بتبقى زواج الاقارب بيحصل منه مشاكل اثناء الولادة، يعني مثلا زيادة المية على المخ اللي هي في الفراغات اللي داخل المخ او توجيف المخ، في احيانا المية بتزيد اكتر، فتلاقي الطفل عنده حاجة اسمها هيدروكيفلس او اتساع حجم الجمجمة. دي بتبقى مشكلة اساسا، يعني بتبقى حاجة حصلت يعني اللي هي ايه، فترة ما قبل الولادة اللي هو شهر او شهرين ما قبل الولادة، بيبقى يحصل احيانا طفل بيتزنق، احيانا بيبقى الاماكن في اماكن عنده في المخ اللي هي زي الصمامات اللي هي بتخرج المية من تجويف المخ وبتنزله عشان تعيد دورته تاني داخل المخ، الصمامات دي بتقفل، الصمام ده بيقفل، فبتلاقي المية مفيش يعني ايه مفيش لها تصريف من تجويف المخ. يعني المخ فيه ثلاث تجويفات، تمام، اللي هي اللاترال فينتريكل والسيرد فينتريكل والفورس فينتريكل، اللاترال الاثنين والسيرد يعني والفورس. هو الملحوظ من المتصل الكريم ان هو خايف ينجب تاني وتحصل نفس المشكله، فاحنا عاوزين نقول له يعني يتجنب المشكله دي ازاي. اولا في مشكله بتحصل اثناء اول 3 شهور، قلنا ان برضو في بعض الادويه بتسبب بعض التشوهات الجنينيه، تمام. في الفتره بقى من الشهر الرابع للشهر التاسع، الام لو تعرضت لارتفاع في الضغط مفاجئ، ارتفاع في السكر، الحاله النفسيه السيئه للام، الام بتزعل كتير وبتتوتر وبيحصل لها مشاكل، في ثقل جسماني او مجهود جسماني، الام بتطلع كتير وتنزل وبتشيل وكده، دي كلها حاجات ممكن تؤدي الى مشاكل بتحصل في الفتره اللي هي بنقول ايه ما قبل الولاده او ما حول الولاده اللي هي البري نيتال. تمام. هي الفتره دي اكتر فتره ممكن يحصل فيها تشوهات، ارتفاع للميه، طفل يتزنق، الجمجمه تنضغط، كل المشاكل دي بتحصل في الفتره اللي هي من الشهر الرابع للشهر التاسع. فنخلي بالنا جدا والام تتابع متابعه مع الدكتور. تمام، والف سلامه المتصل الكريم. دكتور احمد لو معانا صوره نشوفها هنشوف الصوره اللي جايه دلوقتي بتعبر عن بعض السمات اللي الاب والام ممكن يلاحظوها في الطفل. بنلاقي ان الطفل هنا عنده العين عامله زي ايه، منزلقه كده، ما هيش عين سويه، لا منزلقه عامله زي الصيني كده او الجنس الياباني او الجنس الصيني، بتلاقي العين منزلقه وما فيش فيه، نقدر نقول الجنس المنغولي او المنغولي، تمام. هم كلهم جنوب شرق اسيا، تمام. فبنلاقي الحز اللي فوق العين ده مش موجود، يعني حضرتك في تانية كده فوق العين في الجلد عندنا كلنا، في جنوب شرق اسيا ما عندهمش الجلد ده. عندنا برضو النوز بتبقى او المناخير الانف بتاع الطفل بتبقى ايه، مفلطحه، تمام. عندنا برضو الكف بتاع الايد بتاع الطفل ما بنلاقيش فيه اللي هي ايه، ثلاث علامات السنايات، اللي هي حرف 18 81، بتبقى واحده بس تقريبا، بتبقى واحده بس، تمام. بنلاقي الخنصر والبنصر واحد طويل قوي والتاني صغير، يعني دول كده هتلاقي ده صغير كده مش، لكن بقيه الاصابع متساويه، يعني قد تكون متساويه، تمام. قد تكون متساويه. بنلاقي شايفين برضو هنا دي برضو العلامات، هنلاقي طبعا الايد طبعا رقم واحد، بنلاقي شايف حضرتك القدم، صوابع القدم، الصابع الكبير الاول والصابع الثاني في بينهم تجويف كده، او في بينهم ايه، مسافه كبيره، تمام. بنلاقي اللسان بتاع الطفل متدلي للخارج وقد يكون احيانا مشقوق، يعني ده اللسان اللي ممكن الاب والام، دي حاجات ممكن من اول يوم نشوفها، تمام. برضو بنلاقي برضو ان الطفل ده عنده مشكله في الاذن، الاذن بتاعته بيبقى ممكن يكون فيها مش اللفه اللي احنا بنشوفها، لا ده عامله ايه خطوط او ايه سمك بالعرض كده، تمام تمام. بنلاقي ان احيانا الاذن بتبقى اقل من مستوى العين. بس دكتور احمد الطفل اول ما بيتولد وهو لسه في الايام الاولى يعني اول اسبوع بتظهر عليه نفس الحاجات دي؟ ممكن نشوف الايد، يعني الايد والقدم طبعا دي الحاجات دي بتبقى لان دي مستمره، لكن بقى ثانيه العين دي هنشوفها بعد ما الطفل مثلا يبقى عنده شهر او شهرين كده، نلاقي ان الثانيه اللي فوق العين دي مش موجوده. طيب نصيحه من دكتور احمد، اول ما سيده تلاحظ ان ابنها كده في اول اسبوع تعمل ايه؟ هو طبعا لازم متابعه فوريه مع طبيب الاطفال. ليه بقى؟ لان الطفل ده ممكن يكون عنده مشكله في القلب، تبقى عنده اي اس دي، بيبقى الطفل عنده في ثقب في الحاجز ما بين البطين الايمن والبطين الايسر. هي نسبه كام في الميه من الاطفال المولودين بالمشكله دي عندهم مشاكل في القلب؟
تقريبا نسبة كام في المية؟ لا نسبة كبيرة ممكن توصل لخمسين أو ستين في المية. ما تتعداش 50 60% وتعدى كمان تعدي. بس احنا بنتكلم على الاحصائيات الدقيقه، لكن في الواقع العملي لو رحت هتلاقي معظم الاطفال بيروحوا المستشفيات طب الاطفال وجراحه الاطفال عشان يعملوا عمليات للقلب. يبقى رقم واحد تتوجه لطبيب اطفال عشان بالظبط عشان يتابع القلب، لان لا قدر الله الطفل ده لو سبناه بيحصل ان الدم ما بين البطين الايمن والبطين الايسر بيختلط ببعضه، فيحصل ان الطفل ده بيزرق كتير، تلاقي الطفل يزرق كتير، يغمى عليه كتير زي ما احنا شايفين. ده طفل بس ده في مرحله متقدمه، شايف بقى حضرتك الملامح بتاعته، ده اللسان دايما بيخرج بره، الانف مفلطحه شويه، العين زي ما احنا شايفين اللي هي الايه اللي هي مفيش الغشاء فوق العين اهو، شايفين اللي هي الكسره اللي فوق العين دي اللي هي بتبقى في الجلد مش موجوده. الطفل دايما بيبقى له هم كلهم شكل بعضهم، الخدود بتبقى مورده شويه او مزدهره شويه، الرقبه عندهم بيبقى احيانا بتبقى جلد الرقبه متني، يعني مسني فوق بعضه كده، ما هوش ايه جلد، طبعا دي كويسه، لكن في بعض الاطفال او غالبيه الاطفال وحتى الجلد بتاعهم بيبقى جلد خشن، لو جيت تمسك الطفل كده تلاقي جلده خشن مش ناعم، دي برضو من بعض السمات. تمام. لكن اللي انا عاوز اقوله ان احنا عاوزين برضو نقول ايه الحاجات النفسيه، بما ان النهارده بنتكلم عن اسئله محرجه، ايه الحاجات النفسيه اللي دكتور احمد النهارده فعلا برنامجنا برنامج اسئله محرجه، حضرتك مشرفنا النهارده. تمام. لكن النهارده بنتكلم اسئله محرجه، لو هنتكلم عن الاحراج، الاحراج مش هيجي من الاسر اللي عندهم اولاد بيعانوا من المشكله دي. الاحراج كل الاحراج للبقيه الناس اللي بيبصوا لهم او بينظروا لهم بنظره اقل من طفل تاني، لان هو ده طفل طبيعي ربنا خلقه، لكن لو عنده مشاكل نفسيه او عقليه هو ملوش يد فيها، فلازم نحترم، يعني دي اراده الهيه لازم كلنا نحترم. بالظبط. تمام. فهو الاحراج مش ليه هو ولا لاسرته، الاحراج للي بيبص له بالنظره دي، بينظر له بالنظره دي. بالظبط. اتفضل دكتور احمد. كنت عاوز اقول بقى ان الطفل ده بنقسم الى مرحلتين، مرحله الطفوله ودي قصه، ومرحله المراهقه ودي قصه ثانيه خالص. مرحله الطفوله بتلاقي الطفل وديع مسالم محب للاخرين اجتماعي جدا. مرحله المراهقه عند طفل داون سندروم تبقى صعبة جدا وشديدة الواقع على نفسه. ليه بقى؟ لأن هو بيبقى طفل اجتماعي، طفل عنده نسبة من الفهم الاجتماعي والتقبل الاجتماعي، وزي ما قلنا بيخش الأولمبياد، وهنشوف في الصورة دلوقتي طفل يعني شاب يعني داون يدخل مسابقات دولية فبيحس بقى في مرحلة المراهقة دي لو هنقول لو في مشكلة حواليه في المجتمع، حد بيبص له نظره مش كويسه، حد بيتريق عليه، حد في الشارع بيقول له كلام مش لطيف، فتلاقي الطفل ده بيعاني جدا لانه بيقابل الناس بالخير والبشر والترحاب. تمام. وهم بيحس منهم بالبغض او بعدم التقبل او بالوصمه. بس دكتور احمد حضرتك عممت، جميع الاطفال بيمروا بمرحله الطفوله بشكل معين، وديع وطيب والناس كلها بتحبه واجتماعي. تمام. ويدخل في مرحله البلوغ. تمام. بيتغير. هل كل الاطفال بالشكل ده؟ حسب البيئه اللي هو فيها، يعني في بيئه بتبقى محافظه شويه او مغلقه شويه على الطفل، فما ما بتعرضش للاحتكاك الاجتماعي كتير قوي، بيبقى دايما الاب والام بيرعوه وبيساندوه المسانده الاجتماعيه وكده، ويتعلم في مدارس كويسه وحاله اجتماعيه اعلى. لكن طفل في اماكن يعني قد تكون اماكن شعبيه او اماكن متوسطه الدخل، فبيبقى دايما ما فيش ان انا اقدر اوفر له مدرسه خاصه، مش اقدر اوفر له مكان يعيش فيه لوحده، لا غالبا بيبقى مختلط مع الاخرين. يعني تمام. هو الهدف من السؤال يعني دي حاجه مالهاش علاقه بجينات، دي حاجه مكتسبه خارجيه. بالظبط. تمام. يعني احنا اللي بنحوله من طفل وديع او طفل كويس الى طفل شرس جدا. هل بيوصل لدرجه الشراسه؟ احيانا الطفل ده لو اهمل، لا قدر الله، لو اهمل من الاب والام بيصل لدرجه الشراسه والعدوانيه، لان هو برضو بقدر ما فيه من طيبه ومحبه. لو اهمل وما فيش رعايه صحيه، ما فيش رعايه طبيه، حصل له اضطرابات نفسيه، وخصوصا دول معرضين جدا لحصولهم اضطرابات ذهنيه. يعني ايه اضطرابات ذهنيه؟ يعني اضطرابات قد تكون الى الجنون مثلا، اللي هو الطفل يقعد يسمع، يتكلم مع نفسه، يسمع اصوات هلاوس سمعيه ويرد عليها، ويحس دايما بان في مراقبه حواليه، ان في جو، حد عاوز يأذيه، حد عاوز يسمه، هي دي الاعراض الذهنيه. ففي نسبه منهم قد تصل لمرحله الاضطرابات الذهنيه اذا اهملوا ولم يجدوا الرعايه من المجتمع اللي حواليهم. تمام. دكتور احمد، ازاي الاب والام يتعاملوا مع ابنهم اللي بيعاني من مشكله الداون؟ نعم. ازاي يعاملوه؟ ازاي يوصلوه لبر الامان زي ما بيقول؟
أول حاجة لو الأب والأم تقبلهم نفسيا الطفل ده، الطفل هيحس بالمقابل وبيشعر من غير كلام من بإن الأب والأم دول بيحبوه. تمام. فلو في تقبل نفسي له، وبرضه بنقول مش لدون بس، ده كل الأطفال، طفل التوحد، طفل التأخر العقلي، طفل فرط الحركة، طفل تأخر الكلام والنطق، طفل فراجيل إكس سندروم اللي هو متلازمة إكس الهشة، كل المتلازمات والمشاكل الاضطرابية بما فيها بقى داون، لو الام والاب تقبلوه بنفس راضيه وبتقبل، وان احنا نمشي معاك الخطه العلاجيه والمستقبل ان شاء الله، الطفل ده بيشعر بالامان والاطمئنان، يبقى ده رقم واحد. تمام. تاني حاجه المتابعه الطبيه، لازم طب الاطفال هنا يبقى له دور جدا من اول يوم عشان يتابع القلب بتاعه. القلب ده بيخوفني جدا، نسب الوفاه عند سن 18 سنه و19 سنه تبقى عاليه بسبب مشاكل القلب. هل نسبة كبيرة بتتسبب للوفاة؟ بالظبط المشكلة كده. دي بتسبب لهم وفاة في سن صغير؟ وكمان الحوادث الطرق، حوادث الطرق والحوادث والإهمال الطبي، يبقى أنا عندي القلب، حوادث الطرق والإهمال الطبي، ثلاث حاجات. وإهمال أسري؟ أو الإهمال الأسري لو هنقول كده. تمام. الثلاث حاجات دول أو الأربع حاجات دول هم بيعجلوا بوفاة طفل أو متلازمة داون. تمام. فبننبه الأب والأم تقبل نفسي، رعاية طبية جيدة من أول يوم مع طبيب الأطفال. تمام. رعاية نفسية لما الطفل يوصل 4 سنين، لازم بقى في حاجة اسمها دلوقتي عاد فيه رعاية نفسية، عاد فيه حاجة اسمها طب نفسي أطفال. معنى إيه؟ إن الطفل ده عنده مشكلة في النطق والكلام، عنده مشكلة في الذكاء بتاعه. مش كل الأطفال بيبقوا أذكياء، لا، في أطفال عندهم تأخر في نسبة الذكاء، في أطفال عندهم تصرفات غريبة وعدوانية أو اندفاعية وفرط حركة، في بعض الأطفال بيبقى عندهم مشاكل في التعلم لو هو يخش مدرسه وكده. فلازم متابعه مع مركز طب نفسي اطفال او مع طبيب طب نفسي اطفال في الفتره اللي هي الثانيه بقى مش الاولى. احنا خلاص عدينا الفتره الاولى، الفتره الثانيه لازم اعمله جلسات تنميه مهارات، جلسات تعديل سلوك، جلسات تخاطب، وفي ادويه بتنشط مراكز المخ برضه عشان يتكلم الطفل ويبدا ايه يعبر عن اللي جواه بطريقه كويسه. طيب في حاجه ثانيه، في المتابعه مع اخصائي. ليه بقى؟ الطفل ده اجتماعيا بيبقى عاوز محاوطه كويس جدا اجتماعيا. تمام. فعاوز بقى حد ايه، طب انت هتشتغل ايه، طب ممكن تروح فين، تيجي منين، النشاطات بتاعتك ايه، الرحلات، الهوايات بتاعتك. الاب والام لوحدهم ما يقدروش على ده، لازم حد اخصائي اجتماعي، يا اما في المدرسه او في مركز خاص او في اي مكان، لازم اخصائي اجتماعي يتعاون مع الاهل عشان اعمل خطه اجتماعيه علاجيه سواء تأهيل اجتماعي لهذا الطفل. أنا عاوز الطفل ده لما يكبر يعتمد بقى على نفسه. تمام. هيشتغل مع نفسه بقى، يسافر يروح يجي. دكتور أحمد، إحنا يعني وقتنا انتهى، هطلب من حضرتك رسالة في كلمتين للسادة المشاهدين اللي عندهم أبناء بيعاني من هذه المشكلة. أولاً لا تحزنوا من وجود داون، ده داون ده نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى وفضل امتنكم به عشان يسعدكم به ويدخلكم ويدخلكم الجنة بمتلازمة داون أو طفل داون. لا تبخلوا عليه بالمتابعة الطبية، لا تبخلوا عليه بالمتابعة النفسية من سن 4 سنين لسن 10 سنوات، لا تبخلوا عليه بالمتابعة الاجتماعية مع الأخصائي الاجتماعي من سن 15 سنة إلى سن 20 سنة عشان نوصل بابننا ده لبر الأمان، نحبه كلنا، نحوط عليه كل الناس، ما حدش يا جماعه يتريق على طفل داون. شكرا دكتور احمد سمير. ماشي يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم، معلومات قيمه ما شاء الله. اعزائي المشاهدين، كنا مع حضراتكم النهارده، معانا الدكتور احمد سمير استشاري الطب النفسي والاطفال، كان بيكلمنا النهارده عن متلازمه داون، واتكلمنا في حاجات كتير جدا عن متلازمه داون. وعايزين في نهايه حلقتنا بنقول الحمد لله على دي نعمه من نعم ربنا علينا ان بيرزقنا باطفال بالشكل ده. في نهاية حلقتنا بنشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.